اتقال كلام كتير على ان مصر هي السبب. لا لا، انا هقول لكم كلمه صعبه قوي، انا هروح من ربنا فين لو انا السبب؟ لو انا السبب في ان انا ما ادخلش لقمه عيش لاقدر ادخلها لغزه، هروح من ربنا فين؟ لا والله، مصر اعبر الرفح مفتوح على مدار ال 24 ساعه في السبع ايام في ال 30 يوم، انما الاجراءات اللي بتتم من الجانب الاخر من اسرائيل عشان نقدر ندخل الحاجه دون ان يتعرض لها احد.